بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أنت شرح مقدمة الدرس الأول كان نوع إن شاء الله تعالى ولا له ضوبة يسيع سلا قبسم. الدرس الأول من كتاب المقدمة الأجرومية في علم النحو وفي القواعد العربية للشيخ محمد ابن داود السنهاجي رحمه الله تعالى. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. كتاب كان مجيء سوى حال يراهذا عشر ككوباد، وكتاب المقدمة الأجرومية في علم النحو وفي القواعد العربية يؤلف الشيخ محمد ابن داود السنهاجي رحمه الله تعالى. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. كتاب كان المقدمة الأجرومية ليراه مركي لصوغا بينا حلية قار متن الأجرومية ليراه. كتاب كاس وحكو سابسيها علمي النحو ذا قواعد اللغة العربية. شيخ كتاب قرية اللي في ميعس وحالة محمد ابن داود الصنهاجي رحمه الله تعالى. شيخ وحكسو جيذي مقال اللي فاس فاس وفا ألف سين فاس، وهذا كتال ببلاد المغرب وضن كمروك اللي هذا مروك المغرب اللي يراه أيوكسو جيذي. شيخ وحو جيريوذي تضوب وقل لباتن يسدح هجرد مركة تضوب وقل لباتن يسدح هجرد مركة أيو جيريوذ. كتاب كيسان آد إياد باللوغة فائيدي إلهي علمه دردارمين عدكستون نحو باللابيسة. إن كتاب كان أكب اللابة المقدمة الأجرومية في علم النحو وفي القواعد العربية علماء بضان بانا اخد ميسو الشرح دي كوى الشرحي يكوى النظم كاردقاي انتبا علماء دا الشرح دي يشراح دي نقوسوه الرئيسي حلي هران نسيو قاري وحاكم دها شرحا مختصر كيلو يقان شرح الدحلان سومالو الدحلاني مين دحلاني مالك شرح شرح الأجرومية شيخ أوليه الدحلان ليه الدحلان وحاوي يسوي شرحة وكوميه روحة باللغة وقاذن كرا حوقة سارة هالأرهن بأقومي همسان مثال هذا إنه إعراب الروح روحة باللغة. قام زيد إنه هدو تكونا قام فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. زيد فاعل قام مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. وشرحي ذي نقصه الرئيل لكن دحلاني بالله شرح الأجرومية شيخ الأوي مجعس الدحلان مركز شرح الدحلاني وحاقلوه شرح إذا نوسه ريكم إذا شرح وين لكن وفوائد بضل مركز قارب بحية شرح اللي العشماوي عشماوي شراح ذا عسري نسوه قال وحاكم إذا التحفة السنية شيخ محمد محي الدين عبد الحميد شراح عسري وحاكم إذا شرح الأجرومية شيخ عثيمين ولاهي الحلل الذهبية وحاكم إذا تشويق الخلان وحاكم إذا وشراح الأجرومي قهرت آد يا آد يا آد بأبذيه شرح المكودي بأكم إذا مكودي مركز شراح آد كت أترى بضان يا غار بظن إن شيء بالمناسبة ما هو وشيء إني روح مركو باللوي هاي لكن ما تني أتسوق هذا نس ما تني يا قلن كاجا يبوجا يا كوفر نحوذ محي كهذا شيء سجود نحوذ أنا مغليس سدح مسالم بكهذا شيء اسمي يا فعلي حرف اسمي وزيد ومحمد وفاطمة ومعهد ومدرسة ومسجد وشارع وحمقع فعل وواحد دعضاء مهري ودعي
أما هذا دعايو الصعدة سيدا هذا معلنك عشر كو أغرنا يا هذا الآن أردادي يستمع الطلاب الدرس الآن أردادي عشر كي لغي سنة هذا إيا واحد مستقبل ودعي دونه ولي دعي وخميس تدما عشر كي لغيلي دونه إن شاء الله أكل بريوية أردادي كل عمان دونه جامعة دو أكل بريوية لما قال إيا واحد حرف ليا حرف ولينا حروف تلر حروف المعاني بل صدح ذاس هي نحو ذو كهذا اسمي فعل حرف وحافراد لسوء وحافراد لمهاي وحي كلوي نحو ذو كهذا شا وحل إيره هذا ماركي إعراب كل جوغو أنواع الإعراب أما أقسام الإعراب وأفر جود كورديك هوسليك ريب جود كورديك هوسليك ريب أو كدغا رفع ونصب وخفض وجزم ولماذا قالوا حين نحو ذا النوم حيكو ساب سنتا صدح ذا يا أفرتان سيسو لا شقيان إلا تفهمت تضوضا ويموك صدح ذا واسمي يا فعل يا حرف أفرتي أنواع الإعراب كأهيد وأقود يا كردي يا حصري يا ريب أفرتان يا صدح ذا سيسو لا شقيان قاربا إسلا شق قار إسلا ما شقيان انت وين نحو ذا بس هذا كلام مهم كا نحو وحيك هذا شيء آخر الكلمة كلمة هذا حرف كو قدام به يا محل حركينا قام قاف كا شقاكو مال نحو ذو ألف كا شقاكو مال ميم كاسي كوسويس قعد ها المسجد مسجد كما مر بعد جودي مر مكور دقي يا خاص دقي هداد جودو هداد قد ما حد قد قال له مسجد هداد هداد كورنيكتو المسجد هذا ما حد كورنيكتو هداد المسجد هذا ما حد هو سيده وانتم عاكفون في المساجد نحو ذو حرف كا او دنبيه ام ربت ايد نحو ذو بلو انا كام ربتو دخدنا كام ربتو اخر كي كان ربت مركا كتاب كان مغيص اوغان انو يحي المقدمه الاجروميه في علم النحو وفي القواعد العربية شيق اللي كتاب مركز برنا السنة وحام مهمة لبشي شيق كتابك اللي في وين أدكت كتابك محتويه سيء مضمون كيس محوك سابسين كتابك الميعي سواه المقدمة الأجرومية في علم النحو وفي القواعد العربية مركز الله صوقع بين متن الأجرومية علمي وكسابسين علم النحو وشيخ اللي في شيخ محمد ابن داود السنهاجي جيريودي تضابق اللباطن يسد حجر ومركوها مقالة ذو كسو جيدة فاس ووضن كمروكا انت امركان اغاني الكلام هو اللفظ وهنقلينا مركا باللوغي قال الشيخ رحمه الله تعالى شيخ وحيري كن يديس شيخ ورت ابو عبد الله بل ابو عبد الله مجعسة ومحمد نسخيين كقاركوض وحيدة آبهين محمد بوه بعض النسخ وحي كان محمد بن محمد بن داود السنهاجي وقبيل كيس وحيدة ولمن وحكسو جاء قبيل بربر لقب كيسو آج الرومي وحالي ولمن مذن أج الرومي بلغة البربر وحيكون تالي اللغة بربرك نمان بربر الله من كان جرا جرا بربر هو نمان نبضان هد حاليا نمان نبضان ويهد مركا دولة هانا والو يردي ديه ونمان هذا مركا اسكا يرجب هذا ويهد حاليا مركا بلغة البربر أج الرومي وحيدنا بالمد والتشديد هدي لنه ولا أج الرومي بلغة البربر وحكوتها اللغة العربية ما الفقير الصوفي نين فقير حول الله هنا الصوفي لغة البربر لغب كيسو ساسو أحمر قال الشيخ وحي رحمه الله تعالى الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع باب ميا لغدي باب سو شيخ كما دين باب الكلام لكن علماء قال باب كدغه waxay dhayn baabka koobaad ee ajrumi waa baabul kalaami saw laakin baab madhin
qaar baa ul icraab bay baabka ka bilaaban xataa shuraax qaar, laakiin waxaa yiri jira yiri baab weeye oo baabul kalaam, haddii marka le waa baab baabka koowaad buu noqon. Baabkan marka wuxuu ka hadlaya markii lasoo koobo, haddii lasoo koobo saddex masalo. Saddexa maxaa weye? Tacriifulkalaam, kalaamka in la qeexo, kalaamka naxwu. Naxwa maxay kalaam u yaqaanaan? In la qeexo. Tacriif kalaamu naxwiyiin, tacriifu kalaamin naxwiyiin, naxwoolayda kalaamkooda in la qeexo waa masalada koowaad. Masalada labaad uu ka hadli doono waxaa weye aqsaamulkalaam, kalaamka naxwooley meequ u qaybsamaya. Masalada saddexaad ee baabkan uu ka hadli, haddaan dhahno waa baab baabulkalaam, waa markuu qaybsamay kalaamkii oo ismi iyo ficil iyo xaraf u qaybsamay, mid kasta calaamaatuhu, ismiga muxuu calaamo leeyahay lagu garto, ficilku muxuu calaamo leeyahay, xarafku isagu calaamaba ma lehe laakiin wax lagu garan ma jiraa. Intaas baabkan saddexaad masalo uu ka hadlaya. Bas ma garan? Tacriifulkalaam kalaami naxwiyiin, naxwiyiin kalaamkooda in la qeexo. Kow, aqsaamuhu kalaamka naxweelay meequ u qaybsami, markuu qaybsamay mid kasta calaamaatu. Intaa bas, waa kale uguma imaanaysa. Ma garan? Inaad marka khaanad khaanad u xidhaa la raba. Alkalaamu kalaamu naxwiyiina ashaa cahdiyaalaya, naxwoolay waxay kalaam u yaqaanaan. Kalaamu lfuqaha bax, kalaam kale looma baahna, kalaamu naxwiyiin bas. Alkalaamu kalaamu naxwiyiin, naxwoolay kalaamkoodu, huwa kalaamu naxwiyiin, naxwooleyn kalaamkoodu, allafdu ay talafud wax almalfuud, allafdu wax lagu dhawaaqo wey dhawaq. Almurakabu ka kooban laba kelimiya ka badan baa la iska saaray. Almufiidu faa'iida leh, faa'iidana laba dhinac baa laga eegaya, bilwadci qasad wax ku faa'iideeya ama bilwadci afcarabi wax ku faa'iideeya. Kalaamka naxwoolee afar baa loo shardiyay, afar shardi wixii kulmista allafdu iyo waxa laga wadaa arki doon, almurakab iyo waxa laga wada, almufiid iyo waxa laga wada, bilwadci alwadcu iyo waxa laga wada. Afartaa shardi wixii laga helo naxwoolee kalaam bay u yaqaanaa, kalaamu naxwiyiin weliba naxwoolee kalaamkoodu kaasu. Afartaa shardi ida akhtala shardun, afartaa mid ka mid ah haddii la waayo kalaamu naxwiyiin ma noqona. Allafdidii baad weyday, kalaamu naxwiyiin ma hays. Almurakabudii baad weyday, kalaamu naxwiyiin ma hays. Almufiidudii baad weyday, kalaamu naxwiyiin ma hays. Alwadcugii baad weyday bilwadcidii, kalaamu naxwiyiin ma hays. Kalaam naxwiyiin waxaad un haysaa afartaan shardi markuu kulmista kalaam. Haddaa marka mid kasta waxaa laga wadaan arkayn. Alkalaamu kalaamu naxwiyiina, naxwoolay kalaamkoodu huwa kalaamu naxwiyiin, allafdu waa dhawaq. Allafdu maxaa laga wadaa, maxaana ixtiraazoo baxaya? Allafdu waxaa dhihi huwa sawtu lmushtamilu calaa bacdi alxuruufi alhijaa'iya allatii awaluha alalif wa aakhiruha alyaa, ama allatii tabtadiu bilalif wa tantahi bilyaa. Waa isku mid. Naxwoolay kalaam waxay u yaqaanaan afarta. Horta waxaa dhihi kalaamu naxwiyiin majtamaca fiihi shuruudun arbaca ama quyuudun arbaca. Quyuudkaa shuruud baa laga wada. Kutubta qaar waxay ku dhihi doonaan kalaamu naxwiyiin huwa majtamaca fiihi quyuudun, waa jamcu qaydin, majtamaca fiihi waxay ku kulmaan quyuudun arbaca. Qayd asal ahaan xadhigaa leh, afar xadhig marka lama afar shardi baa laga wada. Ama majtamaca fiihi shuruudun arbaca, ama majtamaca fiihi arbacatu umuur. Waa isku mid. Wixii afar arrin laga helo, wixii afar shardi laga helo, wixii afar quyuud laga helo, isla mid. Naxwoolay waxay kalaam u yaqaanaa majtamaca fiihi shuruudun arbac, waxay ku kulmaan oo laga helo afar shardi. Afartaa maxayin? Waa allafdu shardiga koowaad, shardiga labaad waa almurakabu, shardiga saddexaad waa almufiidu, shardiga afraad bilwadciga midkuu yiri wa alwadcuna. Hadhowta waa dhihi karta baad waa un xaraf jaara. Shardiga afraad alwadcu baate, alwadcu baad waa iska xaraf jaara. Afartaa shardi wixii laga helo yay naxwoolay kalaam u yaqaana, mid kasta iyo wixii laga wadaan marka arkeen. Allafdu waxaa dhihi lafdi waa dhawaq,
wixii lagu dhawaaqay naxwuley u yaqaanaan kalaam kalaam naxwiye dhawaqaasaa la rabaa laba arin inuu wato labo dhawaq oo sawd waxaa lagu dhawaaqayna xuruuftii gaada af carabi haa af soomaali baad ku dhawaaqday ma shaqaynahay af ingiliish baad ku dhawaaqday ma shaqaynahay af sawaaxili baad ku dhawaaqday ma shaqaynahay naxwuley agteeda kama shaqaynahay marka allafdu qeexidiisa fiiri allafdu huwa sawtu waa dhawaq waa cod asawtu baa la rabaa kow almushtamilu kulmiya calaa bacdi alxuruufi alhijaa'iya xuruufti higaada af carabiga qaar ka mid allatii xuruufta higaadu awaluhaa bilowgeedu u ahaa alalifu wa aakhiruha alyaayaana ku dhammaato ama allatii tabtadiu bilalif watantahi bilya waay allafdu marka waa hayna maxaa laga wadaa lafdu dhawaq sawt sawtkaana inuu kulmiyo xuruufta higaada qaar ka mid ah xuruufta higaada af carabiga qaar ka mid maxaa la diyaa feer ka sawti dabli bay ku dhehe qaarkood durbaanku dhawaq wuu bixiyaa soma bow 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 ma xuruuf baa lagu dhawaaq maya xuruuf ma haysee dhawaq unbaa lahaya mogt marka laba shardi baa meeshan la dhawaq waxaa lagu dhawaaqaayana xuruuftii higaada qaar ka mid xuruuftii higaada af carabiga qaar ka mid dhawaqii soona durbaankii waa la diiday dhawaq waa haya sawtu haa laakiin waxaa la waayay xuruufi gaad ma wato af carabi bow 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 garaac kalu wato ka sawti duyuurna shimbirihi ama libaaxii baa ciyey sawd waa haynaa soo ma xuruuftii gaadi af carabi uu ku ciyey miya ma ku dhawaaq waa maya dhawaq cilo aad haysa marka dhawaqoo dhawaq ma tahay ma ah dhawaq kow sawd dhawaqa waa inuu xuruuftii gaadi af carabiga qaar ka mida kulmiyey sida zaydun zaydun markaan ah waa dhawaaq wuxuuna kulmiyey xuruuftii gaada qaar ka mida za iyo ya iyo daal markaasaan dhahayna allafdu waa lahaya dhawaq waxaana lagu dhawaaqay xuruuftii gaada af carabiga qaar ka mid marka dhawaqoo dhan lama rabo dhawaqu waa inuu kulmiyey xuruuftii gaada af carabiga qaar ka mid marka wuxuu ku yidhi allafdu huwa sawtu waa dhawaq almushtamilu kulmiya calaa bacdi alxuruufi alhijaa'iyati xuruuftii higaad calaa bacdi xuruufi alhijaa'iyati alcarabiya xuruufti higaadee la rabo af carabiga bas xuruuftii higaadee af carabiga qaar ka mid a allatii xuruufta higaado awaluhaa bilowgeedu u aha alalifu wa aakhiruhaa dhammaadkeeduna alya fakharaja bilafdi haddaan allafdu nidhi waxaa baxay khamsatu umuur bay dhahe shan arin yaa banaanka u baxay oo allafdu baa laga waayay fakharaja bilafdi markaan allafdu nidhi waxaa baxay khamsatu umuurin shan arin shantaa arin allafdu baa laga waayay naxwuley ma tirsanayaan shantaa maxaa waay kow alkitaabatu qorid waxaad qortay hadda af carabi waay qaama zayd qorid aada ku dhawaaqin dhawaq baa inay la rabe qorid naxwuley keliya ma rab qorid maxay rabtaa lagu dhawaaqay fakharaja waxaa baxay biqawlina allafdu markaa nidhi khamsatu umuur shan arin baa banaanka u baxoon la rabin kow alkitaabatu qorida qorida lama tirsanayo laguma dhawaaqo dhawaqii baa laga waa waalishaaratu tilmaanta nin baan saa ku ir anoo shibow sidana waxaan maxay ka dhiganta tacaala kaali sooma afka kaale kama dhigan saasaa kaale wey soo ma naxwuley ma rabta maya hadda wax dhawaqba ma jire ama saasaa tiri maxay ka dhiganta sii soco bax siiso soo ma ama wuxuu ku yihi hal facalta dalika waxaa ma samaysa yaa cali yaa tiri maxay ka dhiganta nacam hawaas wuxuu ku yihi hal facalta dalika yaa tiri maxay ka dhigat may ishaara leh naxwuley laakiin meelay ka icraabi karta miyaa jira dhawaq ma jire alishaaratu tilmaanna way baxday ama tan ha noqot ama madaxood saa dhahda ha noqot alishaaratu tilmaan baxday laba baxday ma haysa labaa kaa baxay soo ma alkitaabatu qoridiyo
والإشارة والعقد وحلى جنتين جنتين تحلق على جوضة وحاوي ونوع من الأعداد قاب وحلو ترين جريب عجرت وضياء شورا قعمت إسودي بجرين إن كانوا كلا هدا أن سلامي مركب الحوله نافك إيقاقات لما وضع هلا أساس سوى الحوله وحقدر مركب وحنو نبع اللمبر فيه فرحنو نوع اللمبر هدا حسوستان حديث بلوغة وحاكو جرين نبي مركب التحيات كأغنى عقد 53 صومة واللمبر لمبر العقد أهرنت أنا واضح قعمها اللي سدي بي هذا واحد ما قال كدر إيه كدن لكن رجعوا ويس فهمين فرحنا اللمبر لكن مي الله هلاي ما العقد بالي مرك جنتيه نفلو أو سوق أو كاري دي أو كاري إيه قد قعمتها اللي سجلية ولا كلبود لقوا يشيوه لمبر بالسوق شيء نقدر لمبر كم أقل وأنت وأنت سامع العقد واضح الله وما هذا العقد بالي جنتين أو حاوي فراه وحلو حسابين هل كان ماقا كابح صده وحاك لو بحي النصب وحلاه تشويق الخلانكو كلمة ذا دور أرهن باكو برنامي بضم النون والصاد لبدا بإينا ذو ذا قدوالا قرتيو نصب عده نصب نصب أصوى ذا وحيرك نصب بضم النون والصاد لبدا بو ذا قد نون كي يصاد النصب وحاك لو برنامج بضم النون نون كجد وسكون الصاد ساد كان رهب نصبي وحاك لو برنامج بفتح النون نون ككردك وسكون الصاد ساد كان رهب نصبو نصبو صدح اللغة برنامج أما وحوي نصب لما بحيوي بضم النون نون كجد وفتح الصاد ساد ككردك نصب تعلم بحيوي لا يعرف في كلام العرب تعلم الجرناي مركا نصب بانده هنا نصب نصب دا نصب يا ذا نصب نصب بانلو دي ده نصا والنصب مركا يانا محاوي وحياليه اللي قدت من جريو بورر كا كامل هذا هالكا وحاكو قرن مع ترتيل وحي وافيري وسي أغري وحي للإقراء والدراسات القرآني وركوا كوعد ما عاد كان حقوق بتاع القرآن الكريم كي علوم تيس بس وركوا كوا عدا ما عاد كلات تكتب ماشي وحاكو قرآن ما عاد وحال ويري هل كان وحالو قرآن لتعليم الكمبيوتر ما عاد ابن حجر لتعليم ايه الكمبيوتر كمبيوتر كان لغو برت وركي سمو كوا عدا وابون وكلها اللي لكن هذا النوق مياه wax boorar la dhaha jira anaka hada wadankeena waxaan ku badnayn ba jiro ishaaraatul murur la dhaha jira damada hormaray waalay maxay tahay taas waxa weey guduud ba ku daarmay guduud ma socon karto calaamada tawquf ma warka wayna joojis agar ba ku daarmay agar socoway markaas adaw al akhdar baynaha arabta hadii la fulan waxa la siiyo adaw al akhdar سعود او قلاشا لوسيو مركم يوكلا هل لكن وحبوك فانسي سوما اما وحو يري غريغا اناد كلي حتى مربتا لمبر كان مركا اد مريس 12 اكزت كا قلبي لا حشدس ها ماشي اد كلي حنس هي وي يا وحال قاديسا ودا دهر علامات با مركا ميشن كوتا وكله هذا ما شعرتين أتكلم أحد وكوسي قري وادوده وادوده مين يقول له وحبوك فانسي لكن مين يقول له نصب عليه نصب بارك الله تاج على مذاها وحاصرنا وحاي وحيله اللي قتمي بارك وحاصرنا بس يقرأ والنصب ووحب لقوا فهم لكن لقوا ما دواق أرنك الشرع هذا بحي وحوي لسان الحال لسان الحال وحال لي هذا واحد وحكو فهمي أن كل هل فوستاد بيه كشبت
markay buuxsantay way daadisay, maxay ku tiri? Way kula hadashay, waan buuxsamay biyaha igax, laakiin wax dhawaaqa miyay bixis? Maya nimba dafoorkii waxaad ka aragtay inuu baahan yahay. Marka inuu baahan yahay hadda waad aragtaa soo ma, ama digsi baa dabka saartay ama keldi baa dabka saartay, wuu karkaray wuu karkaray, wuxuu ku leeyahay caleenta iyo shaahi igu shub, waa karkaray soo ma, ama raashinkii waa bislaaday, muxuu ku leeyahay hal ii dejiya soo ma? Midaa isla wada fahmayna marka. Wuxuu kuu soo qaray mobilkii battery low, muxuu ku leh jaajari geli soo ma? Waa madnahe, muxuu ku leh? Ama hadda lacagta markay dhammaato muxuu kuu soo qara? Waad fahatay soo ma? Waxaasoo dhan lisaanulxaal baa leh. Lisaanulxaal marka waxay dhahaan carabtu aghnaa min lisaani lmaqaal, waa ka xeel dheer yahay dhe hadalka. Lisaanulxaal aghnaa min lisaani lmaqaal, lisaanulxaalku waa ka xeel dheer yahay dhe hadalka. Berigii hore waxay dhaheen isbitaalka Martini, waxay dhihi jireen dadkii hore waxay noo sheegay, waxaa jiray bay dhaheen xilli ruuxa waa waalan yahay iyo markii lagu soo eeday kaale baa laleh. Isbitaalka waxaa yaalaale foostooyin dabada ka go-a, buuxi ale buuxi aggan waa kasii shuma foosta daba ka go-an miyaa buuxin kartaa? Kii markii eber wuxuu leh waa buuxinaa, iska dah waa wada marka hadda waxaa le waa ku faan iska fadhis. Kii waxoogaa la dulminahayo reerku ay dulminahayo ninkan eber waay, laakiin wax fahmayan wuxuu leh meesha waa go-ata, meesha la isku ciyaarhaya u le fog ha wuxuu fahmay mogt. Marka lisaanulxaal waa waxaan kula hadlin, waa waxaan kula hadlin, laakiin he wax ku fahansii shantaa. Marka haddaa aragto kalaamu naxwiyin ka mid maaha, maxaa laga waayay? Allafdu dhow, maxaa laga waayay? Allafdu dhow. Wa alkitaabatu qorid laguma dhawaaq, alishaaratu tilmaan dhawaaq mare, magar alcuqad guntimihii xisaabtii waa darbu min alxisaab baa le. Darbun waa nooc, darbun daad iyo ra'ya baa waxaa laga nawcun darbu min alxisaab, darbu min alacdaad, labadaba kutubta hadday shuraaxa ku dhigaan saasi kawa, waa nooc lambara, waa nooc xisaab oo gacanta wax lagu xisaabin jiray. Alcuqad guntimaha, annusubu waa boorarkii waxyaalihii la qotamiyey. Lisaanulxaal wax ku fahansiiyey hadal la'aan, foostadii buuxsantay, tuubadii shumaysay kula ixid, ma garad, digsigii karay, raashinkii bislaaday kule ideji, waxaasoo dhan waxay noqonayaan lisaanulxaal. Intaa marka naxuulay ma rabta. Limaada? Allafd baa la waayay dhawaq, laguma dhawaaqin intaaba. Alkitaabatu, alishaaratu, alcuqad, annusubu, lisaanulxaal, intaa bix. Almurakabu shardiga labaad, murakab baa le. Murakab muxuu yahay? Maa tarakaba min kelimatayni fa akhar baa le. Waa wixii ka kooban laba kelimiya ka badan, laba kelimiya ka badan, waa wixii ka kooban laba kelimiyo ka badan. Maa tarakaba min kelimatayni fa akhar, sida qaama zaydun ama zaydun qaa'im. Qaama zaydun zayd baa istaa, waa qaama iyo zaydun, zaydun zayd qaa'im waa taagaya. Allahu ilaahi rabbuna waa rabbigen, wa muxamadun sal allahu calayhi wasalam nabiyuna waa nabigeenna, waa nabigeenna. Waalqur'aanu, qur'aanku kalaamullaahi wey. Marka waxaa la wey murakab ma rabta. Maa tarakaba min kelimatayni fa akhara, waa wixii ka kooban laba kelimo iyo ka badan. Fa kharaja maxaa baxay, maxaa baxay wixii hal kelima? Sida qaama bas, qaama wuu istaagay, yaa istaagaa lagu leh. Zaydun zayd baa tiri keliya ood ku bilow, zaydun zayd ha ruuxi dhegtaata, ma garad. Waxay kaloo dhahaan murakabka la rabo, culimada qaar halkan waxay ku dareen murakabkan la rabo waa murakabu lisnaad, murakab wax loo tiiri, waa qaama oo zayd, zaydun qaa'im. Markay murakab isnaadi kuleeyihiin bisiin weeye, waxaa baxay murakabu lidaafi mid la yidhaah. Laba kelima meesha waa qoran tahay, laakiin waxba kuuma taris, ma fa
ورمضة ما يستر يسو عبد الله بات عبد مضاف الله مضاف إليه مضاف مضاف إليه وعلى كشيء الواحد عبد الله إله دونك ها بتانوري سما مركب ويلك مركب إضافي بالعكاس مركب وحكو تراي ما هماش وحكاجة تراي ما مركب الإسناد بعد وحاك الله بحيد مركب المزي ووحل بكلمة هاجي أبا الله اسمك لأهو هل اسكاقاتي هل سيدا حضر موت غير أنا يمان كتال سيدا بعلبك ها معدي كريب وحبري يهر اللبا مقعها اللبا مقع جعلوا اسمين اسما واحدا وحلبا مقع هاجي ربا هل مقع لسكوكي مقر إنك وعلينا سوما سوما له علماء يهر فسر يهرقي قرانا نعا نعا روح مركز جيري دي سشيس خبر جيري هذين بيديج والله يا رجل اسكو قبت موك جيري يا خبر دوا وعلي مالا هل عربي هل صومالي هل اسكو قبت خبر جيري هذين بيدا خبر جيري هذين مركة مركب المزي قانا ما شوا كبح مركب كان الروا مركب اسناد ما تركب من كلمتين فأكثر وحكاكو من لبي كلميه كبضا مركب إسنادي وارد مركب إضافي هلكم وحبك عقمة تراي عبد الله مركب المزي وبعلبك يا حضر موتي مع دي كريبي هلكم وحبك وطري معي وشرد قال الله بعدنا المركب والله لما كلمة يا كبضا وحي هالكلمة بحي قام كلي وحبك وطري معي علي كلي وحبك وطري معي شرد قال صدحات المفيد فائدة لبالي فائدة مفيد لو ما البالغ فيرنا ورتا المفيد وحيده هو ما افاد فائده تامه ووحي فائده دمايستران يحسن سكوت المتكلم قرنا وحيده يحسن السكوت عليها من المتكلم بحيث لا ينتظر السامع لشيء اخر في رهضه وحيده مفيد وحاله وحي فائده دمايستران فإذا لما يستطيع حقين كيغينا لبدنا نوى متكلم وهلا أنا هدى هلا سوما نوى سامي وعردي دي سناي ما قرأت متكلم يا سامي معنا ربنا مفيد وحا وحو نقنا يا كان هلا يا هذا الفائدة لأنه ناشيك متكلم كدقي سناي أنا واحدا بأسسوغين عشر كي مجرى أكويد مركز أوحات عشر كواجرة المعهد مفتوح معهدكم مفرين فيه سواء إجازة وفصع وحرين المعهد مفتوح معهدكم وفرين يهيري وركا فائدة ماله من سمال وله معهدكم ها وفرين سه كو قام زيد زيد با استاغي فائدة ملاه مساماله واله زيد استاغي وحوكو رجاء محمد محمد با يمد نينك محمد هاي مقرأ وصفر كي واكي يمد وايمد سيكو يمد ومدولكو صوب مرأي مديارة تاوى تفصيل وورد ايراد موكت لكن محادة شيء محمد هاي انو يمد أكلت الغذاء غدادي وان صعنك أما أكلت الفضورة قراء عدي بان صعنا وان صعو قراء عدي نعم ساكا محاسكو سا قراء عطي وهول كان يبوك ها لكن محوي نو فايدين وساكا ها صغرة أنا صائم وان صعمان هوي أنا صائم ورادكو قناع المكوزي مسوكو مسي وكوز كاسا مفيد ليلة كي هلا ينا ورفا يدلو نوشي كي دقي سنا ينا واحدة ما مسوكاي مركب مفيد كو حال ربا لبدا دينا عواد كي ايس كان هاللي ورفائيدة لأما نوشيك والوقن كدقي سنة اينا مقن عميسا دكتا او تاغن دكتو هدي تاغن تا مفيد من نقرأ ها هدو لها مركب وحادي فخرج وحابح غير المفيد ورتا المفيد كو علي ما افاد ووحي فائدة 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 تامة لما استرم بعده ما افاد ووحي فائدة 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 تامة لما استرم بحيث ما ليحسن وناكسن يهي سكوت المتكلم كهلا يئن آمصه عليها فائدة داس
دور سيبه مركو عبيران كتبت قارو حيدان ما أفاد فائدة تامت يحسن سكوت المتكلم عليه كي هلاي وأمس بحيث لا ينتظر سامع لشيء آخر كي دقيسين اينا واحدا بأسوغا يمر قار هو اسكو قبتانا وحيدان ما أفاد فائدة تامت يحسن السكوت عليها من المتكلم والسامع اسكو عطف لبدا وا ان اسلام وسان ويحصل ما غير لبدا وا عبيران كرت وحاول لا ربا ان اتفان مفيد وحاوي وخي فائده فائده دمهستر هدوت وها لو دي ما هي تاي فائده دمهستران كي هلاي وها لو قنعا وا انو نو شيغادي كي دغيسنايينا وا انو سو وحدن بسوي لبدا سا لا فيرا متكلم سامع كان متكلم كهذا الفائده لو وا انو نو شيغ كان سامعي دغيسنا اينا وين وحده بسوين وقنعي وقنعي فخرج وحاب هذه غير المفيد وحن فائده لهين مثل ان قام زيد زيد هدو استاغو زيد هدو استاغو روحي دغيسنا مخله ها دغتا اي تاغم ما قرت ان قام زيد زيد هدو استاغو ها بك ما تعمل سما اذا حضر الاستاذ معلمكم ما انت هدوي ما دوي ارضي وارضك لو قدنا ها ما انت هدو معلمك ما دوي هدو معلمك ما ده انك كل نحله هيا هيا تاك سما سؤال واحد هبل بانا قانا عين ما اهل امانه ما لكن سومالي وحو كاين دا واخا نيكاس ميا انا اقانه اسك دا كله مركا انا اقانه وحالي امانه ما اه عين ما انا اعرف بس انا اعرف مقر واي مركا لبدا ساد كفيرني سوما سامعي بان ما انت قنعين ولي دغتو اتاغت متكلم يا سامع متكلم كو حوكير ان قام زيد زيد هدو استاغو وركا ما دمهستري ماي ولي وحبا سوغا اذا حضر الاستاذ معلمك هدو يماد ان جاءكم فاسق بالنوين من فاسق هدور اذن كان ها صولما فتبينوا وكره مركا ارمها سالسكو اوغانيس غير المفيد باكاسليا سكو من غير المفيد كمركا بلوغة توحد كسيفة انت ان يا اذا هدي قلان ولينا جوابتو ذا ان لهينين وركا غير مفيد بعد احس ان قام زيد ها اذا حضر الاستاذ ها ها متى انت فائده ما هيس حقد بالوضع شرط يا افراد بالوضع قصد كو فائده هذا بالوضع لها معنى لها معنيان القصد او اللغه العربيه بالوضع قصد كو فائده هذا فخرج وحابح كلام النائم كي هرده هذا الكيس وساهي احكى سوقات مال بالوضع قصد كفائده مركي سو هردو دلدل نحو لي وحيرين وحكا سو قاد مري داف ايجا جوج هذا اللي قصدي معه بالوضع قصد كفائده يا رب فخرج وحابحي كلام النائم بعدي كي هردي هذا الكيس وساهي كي هالمانسنا هذا الكيس كطوري وحكا سو قاد مري وحيكو دارين وهذا المدينة ببلشدة مسلمين تقصوا بضنا والسكران كي سرقان سنة بلاي الدروغي وحبو عبي وحبو اسكدل در هذا يعني السكران حقا ديك وركي سوقبا شمال مارك وحابح فخرجك بالوضع قصد كفا إذا ماركي لده وحابح كي هردي هذا الكيس وحبو لك ما سوقات كي سرقان سنة هذا الكيس وحكا سوقات ما قرأت يا كلام حلقة سوى قادين الساهي كي هالمان سراو وحانري بالوضع بالعربية تباد كوفا سرت أف عربي وحكو فائدي فخرج وحاب حدي كلام العجم وحي عجمي أوردن هذا الكود أف صومالي أف تركي أف هندي أف إنجليش أف سواحلي وحان أف عربي أهين أوردن باد داقدك بحنس بالوضع اف عربي كفائديات فخرج وحابح مركز كلام العجم كتبت قار وحابكو عركي كلام التركي بابحي والهنود
وحنو دا عجيب يسلسو قلن والصومالي قدر وهو قدر يس والسواحلي والانجليزي والفرنسي وحنو دا دين عبادو دا يس بالوضع فعربي كفا إذا مركي لو دا محابة حلوة فخرج كلام العجم بالله هذا الكي عجمي ودن بابا ما قرأ واي أهرين تاسال روحي احترازي يوحي شروط إن الله صعد الكلام كلام النحويين نحو لي هذا الكود هو كلام النحويين اللفظ ودوق قارو حيدا اللفظ أي الملفوظ بألغة وضع أما التلفظ اللفظ ودوق وحلقو دواقو وحلقو دواقنا وطو حروف تيقادة في عربية قار كمد المركب لبا كلمية كبضا ككوبا أما المركب لإسكساري لبا كلمية كبضا لإسكورية وإلي جنع علماء ظهر المفيد فائدة لأ فائدة دم يسترم فائدة دم يسترم نوحان كيهين كيها اللايين هذا اللغو قنعها النوشي هذا الفائدة لها النوشي كي دقيسنا هنا حقا عو واحدة ميوسسوه بالوضع قصد وحكو فائدة قصد عدان نحن وحاب حي كلام النائم والساهي والسكران بالوضع أفعال بيكو فائدة عدان نحن وحاب حي كلام العجم عجمي هذا الكس والله سبحانه وتعالى أعلم وحكم بالله التوفيق سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.